مرحبا حبايب أصحاب برج الحوت، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ طاقة سريعة البرج الحوت، توقعات عامة. بداية، برج الحوت الطاقة العامة إليك دا أشوفها هي طاقة بالفترة الحالية أوضاعك دا أشوفها مو ذيك الأوضاع الزينة. أنت بالفترة الحالية عندك نوع من، أتحس نوع من أكو الفقر، الاحتياج، عدم الاهتمام. تحس انه اكو تعب موجود بحياتك بهاي الفترة. ممكن تكون مريت بأزمة، او حاليا دا تمر بأزمة. ممكن دا تحس انه الناس تخلت عنك، انه انت شخص وحيد بالفترة الحالية، ماكو احد ساندك، ماكو احد واقف وياك. انت عندك نوع من الاحتياج العاطفي بهاي الفترة، رغم انه انت البعض منكم دا يحاول انه يشغل نفسه بالعمل على الصعيد يعني العملي. دا اشوف انه انت دا تحاول تشتغل، دا تحاول تترك الامور تمشي مثل ما هي، دا تحاول تشغل نفسك بالعمل، وإنما هذا الإحساس مسيطر عليك، إحساس الفقر، الاحتياج العاطفي، أو ممكن حتى يكون الاحتياج المادي. ممكن تكون مريت بأزمة مالية أو أزمة عاطفية، وهاي الأزمة أثرت عليك بشكل سلبي. بس دا أشوف بالفترة الجاية إن شاء الله الأمور في تحسن، راح تتحسن شوية. هاي بالنسبة للطاقة العامة. هسه ندخل بالتفاصيل أكثر. دا أشوف على الصعيد العملي عندك فرحة او عندك نجاح معين راح تحققه على الصعيد العملي. البعض من عندكم ممكن يكون كان منتظر توقيع عقد او تعيين جديد او حتى شغل. دا اشوف هذا التوقيع اللي انت منتظره، او العقد اذا كان عقد او توقيع معاملة. فدا اشوف الامور راح تمشي بصالحك بهاي الفترة. عندك فرحة قريبة، عندك بشارة على الصعيد العملي راح تجيك، اكو امنية حلوة راح تتحقق عندك. امورك على الصعيد العملي دا اشوفها ماشية. اكو شخص من العائلة راح يساعدك بموضوع معين بخصوص العمل. بخصوص العمل دا اشوف اكو شخص راح يقدم لك مساعدة من نوع ما، هذا الشخص من العائلة، بخصوص موضوع يعني قلت لكم يخص العمل. ممكن يساعدك بمبلغ مالي، او ممكن يعرض عليك مساعدة اذا كنت مثل ما عندك شغل، فممكن يعرض عليك فرصة عملية بالفترة الجاية. فهذا الشيء راح يسبب لك نوع من السعادة على الصعيد العملي. ده اشوف امورك العملية والمالية كلها زينة. البعض من عندكم اكو مبلغ صغير راح يجي راح يفرح بيه بالفترة الجاية. اما بالنسبة للوضع الصحي، ده اشوف صار لك فترة عندك مشاكل صحية قاعدة تعاني منها، احتمال بالعيون. فاذا كانت عندك مشكلة من هذا النوع، حاول انه ركز عليها بهاي الفترة ولا تهملها. ده اشوف عندك مراجعة طبيب بهاي الفترة بخصوص موضوع يخص العيون، العين يعني. بس يعني ماكو شي خوف، ان شاء الله الامور تعدي سلامات. المهم انه انت لا تهمل الموضوع الصحي بهاي الفترة، حاول انه تهتم بصحتك. نجي على الصعيد العاطفي، دا اشوف انت بالفترة الحالية هوايد تفكر بالشريك، وطاقته مسيطرة عليك بهاي الفترة، لان قلت لك انت عندك نوع من الاحتياج العاطفي. ممكن تكون تتعامل ويا برج ترابي، ممكن يكون برج الجدي، برج الثور، او برج العذراء، لان الطاقة الترابية عندك طاغية. وايضا برج القوس اكثر من مرة، وانا اقلب الاوراق طلعت لي ورقة برج القوس. احتمال تكون تتعامل ويا شخص من برج القوس. هذا الشخص ده اشوفه مسبب لك ازمة بحياتك، اكو مشكلة او سوء تفاهم صاير بينك وبينه، رغم انه انتو ده اشوف البعض منكم قراءة هنا اللي طلعت لي انتو منفصلين بالفترة الحالية، او انتو وصلتوا مرحلة الانفصال. بس اللي دا اشوفه انه انتو الاثنين ما الطاقة المشتركة اللي بيناتكم هي طاقة عدم قبول هذا الانفصال انه يصير. انتو اثنيناتكم ما قادرين تتقبلون انه الانفصال هذا صار، او دا انتو بعدكم ما منفصلين، فانتو دا تحاولون مجرد تأخرون الموضوع. هو الانفصال دا اشوفه يعني بيناتكم شيء لا محالة، يعني هاي دا احكي بالنسبة للمنفصلين. دا اشوف انه الانفصال بيناتكم موجود، بس انتو الاثنين معاندين بهاي الفترة وما تردون يعني تأمنون بفكرة الانفصال، رغم انه انتو الاثنين تعبانين. دا اشوف هذا الشريك سبب لك تعب. دا اشوف انت عندك يعني انت هواي متمسك بهاي العلاقة، عندك نوع من التمسك بهاي العلاقة، تمسك شديد، يعني انت ما تريد تتخلى عنها، ما تريد تترك هذا الشخص، وانما الشخص الثاني دا اشوفه عايش اكثر شيء بالماضي، بذكريات الماضي، متعلق جدا بالماضي مالته، سواء كان هذا الماضي وياك انت، ممكن ديحن البداية العلاقة اللي كانت بيناتكم بدايتها وشون الامور هسه اختلفت وانقلبت،
أو ممكن يكون أكو شخص فعلا بحياته من الماضي وبالفترة الحالية دا يحاول إنه يرجع له. بالحالتين دا أشوف إنه الطاقة المشتركة اللي بينكم بهاي الفترة، وضع العلاقة بينكم، هو أنتو عديتوا بأكثر من مرحلة، عديتوا بأكثر من مشكلة، أكثر من ظرف، ودا تحاولون بهاي الفترة إنه العلاقة بيناتكم تستمر. عندكم طاقة عناد، أكو طاقة عناد موجودة، أكو شخص منكم غلطان بس هو ما يريد يعترف بغلطه، هو مصمم إنه يمشي بالغلط اللي هو موجود بيه وما يصححه، سواء كان أنت أو هو، أو حتى إذا كنتوا أنتوا الاثنين سوا. لأنه دا أشوف أنتوا يعني أكو شخص بيكم، أو حتى أنتوا اثنينكم، والانفصال بينكم صار شلون مثل قريب، بفترة قريبة صاير أكو انفصال، أو أنه راح يصير بفترة قريبة انفصال. أنتوا الاثنين دا تحاولون تأخرونه بهاي الفترة. دا أشوف الانفصال بيناتكم سببه انه اكو شخص عنيد، اكو شخص بالعلاقة اون اوف، يعني ما عنده ثبات واستقرار بالعلاقة. طبعا دا اشوف هاي اكثر شي طاقة الشريك، انت دا اشوفك مسيطر عليك طاقة العقل بهاي الفترة بسبب الامور اللي مريت بيها بالماضي بهاي العلاقة. يعني انت هذا مو اول اختبار تمر بيه، انت دا تحس انه انت هواية حاربت وتحاربت في سبيل هاي العلاقة انه تستمر، فهذا الشي مخليك ما قاعد تقدر بسهولة تتخلى عن هذا الشخص او تتركه، حتى وانت تعرف انه هو ممكن يكون على غلط، بس انت يعني مستمر بالعلاقة. البعض من عندكم دا اشوف اكو احتمال كانت علاقة ثلاثية عندك، سواء عندك او عند الشخص الثاني، مثل ما دا اقولكم لانها طلعت لي طاقة الحنين للماضي. اذا كنت مو انت الشخص اللي من الماضي، فممكن يكون انه انت هنا طلعت لي تواصل، ممكن تكون اكتشفت عبر التواصل، او انه حتى هذا الشخص يعني لمح لك انه اكو شخص من الماضي راجع يتواصل وياه، وهذا الشخص مسبب له شوية ضبابية، يعني عقله مشوش بالفترة الحالية، ما عنده قرار. فانت دا اشوفك بالفترة الحالية بموقع العلاقة الثلاثية موجودة بيناتكم، طبعا للبعض مو الكل، رغم انه انت تعرف بوجود هاي العلاقة، بس انت متمسك دا اشوفك بالشريك، انت متمسك بما تريد تتخلى عنه. ممكن لانه هاي العلاقة مو شرط انه هي احسن علاقة انت مريت بيها، ولكن اكو مثل عندنا بالعراق يقول مو زين تعرفه احسن من زين ما تعرفه، فانت راضي بهذا الشخص بمساوئه في سبيل تحافظ على العلاقة اللي موجودة بينكم، او حتى الوضع اللي انت بيه بالفترة الحالية. رغم انه دا اشوف هذا الشخص ممكن اذا خاصة اذا كان برج ترابي عنده نوع من البخل العاطفي، مو بس البخل المادي، يعني هو بخيل بعواطفه، مو من النوع اللي يعبر عن مشاعره ويحكي كلام حلو دائما. هذا الشخص شوية دا اشوفه من النوع اللي متحفظ بعواطفه، بآراء، بأمواله، وعنده طاقة عناد، طاقة برج الثور موجودة، عنده طاقة عناد هنا. بس يعني اشوف بالفترة الجاية عندك نهاية تعب، مسؤوليات، امور هواية مريت بيها، احتمال من بداية السنة لحد الان انت متعب، امورك مو تمام، لكن بداية السنة ان شاء الله الأمور راح تتغير، راح تكون إيجابية أكثر إلك، أكو عندك نجاح، أكو عندك فرحة على الصعيد العملي، رغم أنه أوضاعك العاطفية شوية مو تمام، بس إن شاء الله تتحسن بالفترة الجاية. لا شوف أكو اعتذار، سواء كنت أنت الغلطان أو الشخص اللي أنت وياه، أكو اعتذار بالفترة الجاية راح تشوفه تسمعه من هذا الشخص، وممكن يكون تمسك بالعلاقة. البعض منكم كانت التواصل بينك وبين هذا الشخص موجود، دا اشوف التواصل راح يرجع، والتواصل راح يكون تواصل يعني بناء، مو تواصل كل مشاكل. اكو بداية جديدة من بعد نهاية، يعني امورك تتحسن هواية دا اشوفها بالفترة الجاية. فهاي الفترة تعدي رغم بعض المشاكل اللي مريت بيها باخر فترة، دا اشوف اكو مشاكل كانت هواية بحياتك اضطريت انه تنهي. عندك نهاية للمشاكل، نهاية للتعب، وصلت هنا رقم 10، رقم النهايات، فالامور كلها راح تتحسن على بداية السنة، رغم انه هاي الفترة شوية حتكون متعبة على الصعيد العاطفي، ولكن امورك المادية دا اشوفها تمام، امورك الصحية هم ماكو شي يعني يدعو للقلق، شي خوف ماكو، ولكن انت يعني حاول شوية تتعامل بمرونة بهاي الفترة، لانه عندك نوع من العناد السيطرة، يعني حاول تخلي الامور هي تتخذ مجراها وتمشي، لا تحاول تسيطر عليها، و إن شاء الله أموركم تتحسن بتوقعات 2020. انتظروا الفيديو عن قريب راح أنزله، كل التوفيق لكم برج الحوت، واعذروني على التأخير بسبب شوية انشغالات تأخرت بتنزيل الأبراج، لكن بالفترة الجاية راح أنزل لكم توقعات 2020، لأنه هذا الشهر اوريدي خلص يعني ما بقى منه شيء، فتوقعات 2020 راح تكون شاملة وعامة، وأحكي لكم بها بتفاصيل أكثر.
تحياتي لكم، مع السلامة.